انا جبتها لكم صدعتوني كجي برقي. انا اليوم عاد شديتها مع 8 الصباح. صباح الخير عليكم. هيا اخباركم كديرين؟ مع الصحه لاباس عليكم؟ كلشي بخير؟ احوالكم مزيانه؟ شكرا كاع الناس اللي كتسول علينا. صدعوني صاحبي ولاو يعيروني كاع الاحباء ديالنا احبابنا. الله يحفظكم لينا والله يخليكم صحتكم وصباحكم مبروك بزاف. الله يحفظكم الله يسهل عليكم. هاي رقية هاي معانا غير الوقت والله الا غير الوقت اللي اليوم عاد تلاقيت بها وجات في الصدفة مع الصباح مع 8 الصباح. عويطة مسكينة حتى هي معانا. السلام عليكم. بخيرين لاباس؟ مع الصحة كلشي بخير؟ عيد مبارك كلشي لاباس؟ باقا لي 12 يوم وباقا لي 12 يوم خصنا نقولوها اليوم. وها سميرة ها رقية ها عويطة تنحبوكم بزاف اللي قال الزوين ديالنا واللي قال الخايب ديالنا. كلشي زوين كلشي زوين اللي حافينا الله يسلمك. حكيمة كنصونيو عليها التليفون دايره ستيلونس ما جاوباتنا. تعزير بحال هادوك هاي ان شاء الله راه قريبه تكون معنا ان شاء الله. وكتسولونا على الحفله غتجيو لنا ان شاء الله. وين ضروري انا ما كنتش راه ما كاين والو اصلا الحفله والله على ودها ماشي زعما كنتم راكم عارفين حتى ليكم ديك النهار تيكم لا ما كانتش راه ما كاين حتى شي حاجه راه ما تكون الحفله لا حتى شي حاجه والحمد لله والله يبعد علينا شر الخلق. هادشي اللي بغينا نقولوا لكم الله يهدينا الله يهدينا هذاك الشيء اللي كاين والله باي شمعت كي تيقولوا لي ما عرفتش شنو نقولوا. قلت له تعال هذاك طيح في البحر كاع من عرفت العوم هذا الدكان. انا لي السير وتخليني نمشي انا راسي عند ولادي راه ما عرفتش شنو هذا الصوقي فينا صوقيعاتك حتى هي هذا الشيء فك عليك ليا. وهاي رقيه كما كتشوفوا المهم احنا الناس احنا محلى بحال ما عادي تلاقينا بحال تشوفناش عند البارح راه 5 شهور ما تشوفنا والله الا 5 شهور ما تشوفنا بحال على البارح هذاك الشيء اللي كان ما انا جا بقى بنادم دار ما غاديش يتقاد بنادم والله يدي ما خلق هذا الشيء اللي بغيت نقول لكم. صلي بارك علينا وتحيه الله يسهل علينا وعليكم وتحيه ليكم وشكرا ليكم كاع الناس اللي كيفاش. انا جاني الجوع خلي ما تقطعش رانا شعته راهي تحية السكينة المصورة تحية السكينة هي مسكينة اللي شد لنا وحكيمة ما فقدتش عينا ما نصونيو عليها ناعسة ديك طافية ما كتعش بكري ديك حتى الخمسة الصباح عاد كتنعس قالت لك ما مسالياش عرفتي شنو تخدمو تخليوها لا لا تخفى لك انت وحدة ما بغاش تفيق ليكم اخبار الخدمة انا اليوم هما اللي معدل وخليتهم اللي الصباع غادي يتحادوا على بعضياتهم ديك منك واخا تكون مجدامة غني غني ديك الاغنية كنتي تغني عليا اش نقول؟ ما عرفتش بغيتي بزاف الصباح نذكر الله الفترة حمقى راه كاين موجود خير ان شاء الله كاع الفطر والله الا راني جعت حق الله ونجمعوا في واحد العشيه ونضحكوا شويه. هي راه قالت لك ما غاديش نخدم هي راه معروضه قالت لك قالت لي انا ما غاديش نخدم قالت لي انا معروضه قلت لها جي ديري رجل فوق رجل وجلسي صافي ما عرفتي الحال ما يشاوي ضروري غتخدم ضروري ولا يهزي الساكن هو جاب لي نعنعنا شوف نعنعنا بيب بيب والله يجيب امو الحليب تعال كلشي غنقولوا ان شاء الله. شوف شنو جابوا لي شاده قلت لها قالت لك ما تقوليليش واش ندير نقول اختي نقول عن نقول بيب بيب نقول زنزور نقول كل شيء اختي شكون اللي قالها ما قالتش شي يمكن شكون اللي قالها ما قالتش عن عن وانتي عاد سيري درك عن عن ما بغا يتعاون شكون اللي قالها شكون هي ومالو شاف الدار شاف في الفيديو ماشي مشكل ماشي باش ندير لهم دابا قولوا لي شنو ندير لها دابا اركبي معايا في طوموبيل يا صاحبتي باغا نحيح ولي الطويل ولي لا زيد تكوني معايا يا سميرة فخر الجيل يا الله يخلي حنا خوت وتسكين جاينا جا سيدنا محمد اللهم عجل علي. شوفوا شوف الصراحه
المهداني والمكارمياني هي السيده هذه معنا جدرة كلهم فونا جدرة كبسه بوحديتهم ترى ما كاينش الورد نقطع لك شي ورد يعني كل ايام ورد الحمد لله هذاك الشيء اللي كاين ذاك الشيء نجات كتصبرني وكتقول لي الحاجه الزوينه ما تكتبش بعدا واخا كتسمع لي كتسمع راه ما كتقولش ليا كتقول لي رقيه صبري فانا شويه كنفاعل ولكن الله يعطيها صحيح حتى الله يخلي لها وليداتها عطاها صحيح حتى الجوكر عندي ديال الرباعه الله يسهل عليها حتى الجوعه الخير ولا اللي يقطع عليا الكويكيلي شايفورني زين ما نحمل حد يشوفو راني ندير شي حاجه ما كايناش على قبلك الدكان راه الا جا شي حد داك عليا شيفور اختي اللي خطي عليا من ما بغيتي شيفور مزيان ما بغينا حد يشوف ها انت عويطه راه سير تغني جيب فطور مخلط اصاحبي هي جات تفطر ولا انا فين جعت حبيبي باقي وجهك صفر باقي حتى تفطر حتى تفطر عادي ولي لي واحد حيدي خلي الراجل يزيد الطابله اخرى اختي في الجوع ما قلتش صافي عليه غاتمي بس ما نصيبش انا ما نسيتش حتى يبدا تغني دارت فيا حاله لي عقلي لا عقلها وكتعكسها صراحه خسر الماكله اللي خطا عندنا حي عويط الخويا بقى سويدي الحمد لله اللهم لك الحمد الحمد لله شكرا لله لا عويطه الرجل عويطه الجوكر ديالي صحيح صحيح وخليلي عطينا صحيح من وليداتي الله يخرج السربز ديالنا على خير ما تجيش الحرفه يا رب هو غنينا عليه متابعين المهم احنا ان شاء الله احنا راه بخير وعلى خير الحمد لله والشكر لله هادشي اللي كاين المهم خليكم دابا انا درت لكم هذا الفيديو واخا غير ديال الزربه وديال ماشي ديال زعما كيما حنا موجدين اللي غير فيديو عفوي جا هكذاك احنا درناه لكم ان شاء الله راه تنسالي الحفله ان شاء الله وغادي تشوف رقيه خبي لي بالطامر خلي وحده اخرى عاوتاني ياك راه فوق الطبله ان شاء الله ان شاء الله يسهل عليك حبيبتي تندوزي انا في العشيه من نسال الحفله تبعي لكم تهلاو في راسكم وشكرا لكم شكرا لكم على المتابعه تكلم الجمهور تاع رقيه الله يحفظكم احبابي الزينين الله يخليكم صحيحتكم ويطول عمركم الله يحفظكم يلا سلام عليكم الى فيديو قادم ان شاء الله يا اختي يا صاحبتي سميرة ورقية سيك
سميره نقاشه ورقيه صيك لا بالعار استوروا الريح اللي قالوا كلام العار صيك فرينا تحيه لفرينا وقشبل وقشبل صوروا الزمر.